قيمت منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة البحرين للصقور والصيد برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث أقيمت المنافسات على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد بالمستويات التي ظهر بها المشاركون والتواقيت المميزة التي حققوها خلال اليوم الأول من منافسات الأسبوع الثالث، التي أكدت مواصلة المنافسة القوية بين المشاركين في مختلف المسابقات في الأسبوعين الأولين، الأمر الذي يعكس حرص الملاك والمشاركين على إنجاح المسابقة عبر المشاركة القوية والمتميزة، بما يتوافق مع تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد بجعل المسابقة تحتل مكانة متميزة بين نظيراتها من التجمعات التراثية، مهنئاً سموه الفائزين ومتمنياً للمشاركين في منافسات اليوم الثاني التوفيق والنجاح. وأشار سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى أن إطلاق مسابقة القناص الصغير في هذه النسخة خطوة مهمة لما لها من دور وتطوير لقدراتهم واكتشاف مواهبهم من خلال إشراكهم في تدريبات نظرية وعملية، مشيدا باللجان المنظمة ودورها في إنجاح المسابقة وظهورها بصورة مميزة تليق بالمستوى الذي وصلت إليه الرياضات التراثية في المملكة. وتضمنت المنافسات إقامة مسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيل العربية الأصيلة الأسبوع الثالث على التوالي وكلاب الصيد، هذا وتستكمل المنافسات غدا السبت بمسابقة الصيد بالصقور.